السلام عليكم يا اخوان، لو عندكم متابعة كانن بيكزما موديل جي 3415 او اي موديل زي شكل هذه، لو تابعتك كاتي خطأ اي 04. وش السبب الخطأ هذه وكيف تبخر الخطأ هذه؟ خليك معي انا اشرح لك اليوم. فقط تفتح الغطاء حق التابعة وحاول، عندك في ترين كاترج هنا وهذه غطاء حقها مفتوح، اسكرها غطاء زي كده وقفل التابعة، وبعد ما اقفلها تلقى تابع بيجي جاهز بدون خطأ E04. لحظة من ثواني واطلع معك تابع جاهز. شوف بعد ممكن 5 إلى 10 ثانية تابع يصير جاهز، وهنا رقم 1 يعني نسخة وتابع جاهز ما في اي خطأ. لو عندكم في اي سؤال بالخصوص تابع كانون بيكزما اي موديل اسأل في التعليقات تحت، وشكرا للمشاهدة، مع السلامة.